من اسطنبول تنضم إلينا مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية الحداد. أهلا بك سمية معنا في نشرة الرابعة من أورينت. يعني هل هو هذا الرقم الأخير المعلن عنه والذي تم التوصل إليه من خلال الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول المعتقلين؟ مساء الخير. صحيح، هذا الرقم الإحصائي الأخير تم نشره من قبلنا، وما زال العمل جاري طبعا على التحقق من الحوادث التي تصلنا حول عمليات الإخراج. ما تمكنا من توثيقه هو 419 شخصا، بينهم 44 سيدة و8 أشخاص كانوا أطفالا في اعتقالهم، طبعا هذا في فترة ممتدة من 1 أيار وحتى 9 أيار. نعم، النظام سمية يحاول ربما كما يقول الكثير من السوريين أنه يحاول إغلاق ملف المعتقلين في سجونه عبر تهويل إعلامي وطرح أرقام تبدو مبالغ فيها حول أعداد المعتقلين. أنتم بصفتكم جهة سورية حقوقية تحاولون توثيق هذه الانتهاكات، ما هو الدور المنوط اليوم بالشبكة للكشف عن زيف ادعاءات ميليشيا أسد؟ كافي كان بالبدايات لما أيام الأولى قام بالإخراج عن المعتقلين بالساحات لتكشف حجم مأساة الاعتقال والاختفاء القسري. الأعداد اللي كانت متجمعين في الساحات العامة في داخل المدن كافية الدلالة على حجم المأساة. غير هو بعدين أسلوب، صار يطلق من ساحات من أبنية المحافظة وعن طريق دفعات، يعني لا تتجاوز 30 إلى 60 شخص بشكل يومي على الأكثر حسب ما تمكننا من توثيقه. نحن دائما نحاول نسلط الضوء على مأساة المعتقلين، نؤكد على أن ما يقوم به من مراسيم عفو ويصدره ما هي إلا عمليات تفتيت بسيطة وتهدئة للأوضاع ليس أكثر. الواقع هو أكبر من ذلك، ولن يكون النظام قادرا على الإفراج عن كل من لديه داخل المعتقلات ضمن الآلية التي يتبعها في مراسيم العفو التي يصدرها. طيب سمية، هل هناك من قاسم مشترك لاحظتموه من خلال الأسماء المفرج عنها؟ هل هناك يعني تهم مشتركة أو تهم ربما كانت منوطة بالمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم؟ لا، ما في صفات ثابتة، يعني هم معظمهم يعني كانوا معتقلين، صاروا معتقلين من كثيرة من أعوام وسطيا يعني في عين أول، ومنهم من أمضى ثلثي مدة أحكامهم. لحد الآن لم يخرج كما قال في مجموعة عن من هم متهمون بقتل أشخاص، يعني عدا ذلك لا يوجد يعني سمة شاملة لهؤلاء. نعم، سمية الحداد مدير قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.